هجوم مضاد شنته فصائل المعارضة السورية في ريف حلب الشمالي استعادت على إثره قريتي كفر كلبين وكالجبرين من تنظيم داعش حسب المركز السوري لحقوق الإنسان المعارض. أهمية القريتين بالنسبة للمعارضة أنهما تقعان على طريق الإمداد الوحيد لها بين معقليها في مدينتي مارة وأعزاز التي سيطر عليها داعش في مايو الماضي في هجوم مفاجئ على 5 قرى في ريف حلب الشمالي. وكانت مارع قبل استعادة المعارضة القريتين بحكم المحاصرة من داعش من 3 جهات ومن المقاتلين الأكراد من الجهة الغربية. المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أوضح أن مقاتلي المعارضة نفذوا هجومين متزامنين من مارع جنوبا وأعزاز شمالا بعد محاولات عدة سابقة باءت بالفشل لإعادة فتح الطريق. وتابع المرصد بأن عناصر داعش انسحبوا من دون خوض اشتباكات عنيفة بسبب تصديهم لهجمات من قوات سوريا الديمقراطية والقوات النظامية على جبهات عدة أخرى شمال سوريا. فعند محيط مدينة منبج في الريف الشمالي الشرقي لحلب تشتد المعارك بين عناصر داعش وقوات سوريا الديمقراطية التي وصلت إلى مشارفها وطوقتها من 3 جهات، ما دفع عددا من سكانها إلى الفرار حسب المرصد المعارض. أما في محافظة الرقة تفيد الأنباء بتقدم للقوات النظامية في المحافظة بغطاء جوي كثيف، ويرى مراقبون أن تقدم الجيش السوري نحو الرقة يستهدف بشكل مبدئي بلدة الطبقة التي يسيطر عليها مقاتلو التنظيم. التنظيم حسب مراقبين يسعى للحفاظ على طريق إمداده الرئيسية في سوريا انطلاقا من محافظة الرقة مرورا بمدينة الطبقة وصولا إلى منبج في ريف حلب الشمالي فجرابلس على الحدود التركية.